ان احنا كشعب والتيار الصدري يمثل الشعب من ضمن الشعب، احنا ذولا ما نريدهم، نريد نظام رئاسي واحد زائد واحد اثنين. يا اخي ما تحسون شعب ما يريدكم؟ انتوا ليش عندكم باقين؟ احنا نريد حل البرلمان برمته، كل البرلمان نريده ينحل، مو عبالكم تطلعون على ذيلكم وحدكم. مصادره اموالهم المنقوله وغير المنقوله، ركزوا لي على هاي الشغله، مصادره اموالهم المنقوله وغير المنقوله، لان هذا حق الشعب. ما نريدهم احنا ما نريد اعاده الانتخابات وهم بيها، نريد اعاده الانتخابات على كلام السيد، بس احنا ما نريدهم هم نفسهم. احنا مو نضحك على نفسنا طالعين، احنا نمشي على كلام السيد. شو يقول السيد نمشي وياه، السيد مصلح الشعب. اكيد هذه الجموع اللي اذا نشوفها هي جاءت يعني يعني ملبيه لنداء الاصلاح من جميع المحافظات طبعاً العراقيه طبعاً. هي اليوم بدت طبعاً. هذه الجموع لا تمثل جهه معينه، وانما يعني تمثل يعني ما يريده المواطن اليوم من جميع المحافظات العراقيه. حبيبي هسه انت جنابك، انا ما اريدك تلزق لي، تلزق لي انت. احنا شعب ملايين، احنا ما نريدكم، انتوا لازقيننا ليش؟ احنا كشعب ما نريدكم، ما تمثلونا، ما تمثلون هذا الشعب. احنا مو طالعين على عبط وقاطعين مسافه، احنا ما نريدكم بالبلد هذا. 20 سنه ما فهمنا منهم شيء، ما لا تعين لا دواء، نروح المستشفيات اكتب 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 دواء واشتري من برا، نزلونا الى اسفل السافلين. شنو الخدمه وبيد البلد؟ ضحوا، سووا يتامى ومطلقات وارامل وامراض مزمنه من والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم. احنا كنا ميتين بالسر، ذبحوا ذولا الحذلقيه ذولا، ما نريدهم يبقون بالبلد. الكل تسمعني، انا اشهد الشعب العراقي الشريف، اذا الشعب يحسب على نفسه ولا واحد يبقى بالبيت. هاي ثوره الحسين احسن ما تروح للحسين مشي. تعال لنا ساند التيار الصدري، التيار الصدري من ضمن الشعب. التيار الصدري من ضمن الشعب. عيب عليكم تبقون بالبيت. خلي نتكلم اليوم عن اغلب المطالب اللي ينادي بها الشعب العراقي. اغلب المطالب يعني احنا ما مطالبنا هم شو موفرين على مود احنا مطالب؟ ما عندنا لا شو اسمه، كش ما موفرين لا مي لا كهرباء لا دواء لا شو اسمه، ما نريدهم. هاي الكيان هذا السياسي كله ما نريده، كله ما نريده. احنا بعد علي من ذاك اليوم 20 سنه سووا لنا مي، كش ما سووا لنا 20 سنه، كش ما سووا لنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام حسين عليه السلام وأهل بيت الأطهار. إحنا اليوم طلعنا اعتصامنا سلمي 100%، كش مشالين يعني عن سماء وطارق غير الإعلام العراقية، كش مشالين. بالبداية أول ما طبينا أجلك الله حضرنا حاويات، قلنا شكو فاسد نخليه ببطن الحاوي، قلنا يعني نخلي الأشخاص المناسبين بالمكان المناسب. أجتنا توصيات من السيد القائد، قال يا بتركوا الأمر للقضاء، تركوا الأمر للقانون. المشكله مالتنا القانون مالنا والقضاء مالنا مسيس، من يعني من دون العالم كله بس القضاء مالنا مسيس. القانون يطبق بس على الفقير، يعني الباقي الميزانيه مال 2014 ما يتحاسب، السبب الرئيسي بسقوط 3 محافظات ما يتحاسب. المفروض احنا نطالب بقضاء مو مسيس، قضاء مستقل. مطالبنا هي بالمناسبه احنا طالعين بكافه القوميات، بكافه الطوائف، كراد، عرب، سنه، شيعه، تشرينيين، كل بالكل طالعين. مطالبنا هي اولا اي حكومه محاصصاتيه مرفوضه جمله وتفصيلا. ما نريد هذول، ما يمثلون الشعب. هذول جونا ورا السقوط على ظهر الدبابه، كانوا ذيول الامريكان وبالوقت الحاضر هم ذيول لايران. اي حكومه محاصصاتيه مرفوضه جمله وتفصيلا. ثانيا نطالب بحل البرلمان العراقي، هذول كلهم خاسرين، ما يمثلون الشعب تمثيل حقيقي. المساله الثالثه نطالب بانتخابات مبكره ما تتجاوز عنها 3 اشهر. 3 اشهر يعني مو ازيد من هالمهله. هاي مطالبنا ومشكورين. طيب الغالي الله يحفظك يا غالي. مطالب الشعب العراقي سريعا لو سمحت احمد ان كنت تسمعني سريعا. من اغلب المحافظات العراقيه الاف يعني مئات الالاف من المصلين اليوم توافدوا الى ساحه الاحتفالات العاصمه بغداد. يمثل لنا شيء معنوي، شيء عراقي،
شيء يعني كل شيء مثلنا للعراق ومعنا والعراق ومليونيه طالعين احنا ونحكي على السلبيات مالتهم. يعني اليوم اني متظاهر عراقي، يعني اني يعني كل شيء ماكو، يعني لهاي الشباب راحت، العالم فقدت، العالم انتهت، العالم ما ضل عندها داخل داخل، يعني الشعب تعب، احنا ملينا، احنا يعني كل شيء ما ضل عندنا، يعني انا اليوم انا ما اريدك، انت شين لازق بي؟ انا ما اريدك، العراق ما يريدك، انت شو تسوي؟ احنا مريدكم عمي، عمي شوفوا كم ديره، انتم خايفين ترجعون عباكم يحاسبكم وتتحاكمون، لا تتحاكمون امام الشعب العراقي ومحاكمتكم. الفلوس اللي ذبيتوهن برا مال الفقره مال الشعب العراقي ذبيتوهن للدول فلات واحسن بيوت واحسن شركات واحسن مصانع، والشعب العراقي عايفينه هنا، الشعب العراقي لا حول ولا قوه.